خالدا فيها المواعظ والهدى حكم علينا حفظها حتى نعيش ونسعدا حتى نعيش ونسعدا. درر من القول السديد تدلنا الخير الأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. كثيرا ما يأتيني سؤال مهم جدا ويقلق كثيرا من الإخوة، يقولون نحن قدمنا منذ سنة أو منذ سنتين ولم يأتينا الرد أو القبول إلى الآن، ماذا نفعل؟ سوف تضيع دراستنا في بلدنا. أقول لكم وأنصحكم نصيحة مهمة جدا. أولا يا أحبة، سبب التأخير في الرد عليكم أن العدد الذي يقدم في الجامعة سنويا يفوق الآلاف، يعني ربما يفوق 100,000، فلذلك يأخذون وقت في قراءة الأوراق وفرز الأوراق حتى يعرفون من الأولى للقبول في هذه السنة ومن الذي يمكن أن ينتظر إلى العام الآخر وهكذا. هم يقبلون في العام ما يقارب 3,000، والعدد المتقدم يكون كبير جدا، لذلك قد يقبلون عددا معين في هذه السنة ثم العام الذي بعده عددا آخر ثم العام الذي بعده أيضا عدد آخر، لذلك لا تقلق أبدا من التأخير. والنصيحة التي أنصحها لكل من يتقدم للجامعة الإسلامية أنك إذا كنت تدرس في مجال في بلدك فلا تترك هذا المجال لمجرد أنك قد قدمت في منحة الجامعة الإسلامية. يعني مثلا إذا كنت تدرس في كلية الطب في بلدك أو كلية الهندسة، لا تترك دراستك بمجرد أنك قدمت إلى الجامعة الإسلامية، بل أكمل في بلدك كما أنت تدرس وكأنك لم تقدم أصلا إلى الجامعة الإسلامية. فلو جاءك القبول نحمد الله تبارك وتعالى وتوقف دراستك في بلدك ثم تنتهي من الدراسة في الجامعة الإسلامية وترجع مرة أخرى تعيد دراستك في بلدك، وإن لم يأتيك القبول فأنت لم تخسر شيء وأنت لم تخسر دراستك في بلدك. هذا ما أردت أن أقوله لكم وأنصحكم به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات خالدة فيها المواعظ والهدى حكم علينا حفظها حتى نعيش ونسعدا حتى نعيش ونسعدا. درر من القول السديد تدلنا الخير الأكيد.